معايا النهاردة بواحد من الناس قصة من قصص التضحية والبطولة، وفي نفس الوقت قصة حزينة وموجعة للقلب. قصة إنسان ضحى بحياته من أجل إنقاذ الآخرين من الموت، وفي نفس الوقت قصة أشخاص رحلوا بعده بفترات قصيرة جدا. قصة الدكتور أحمد ماضي أبو غنيمة اللي أصبح شهيد بعد صراع طويل عاشه مع فيروس كورونا لمدة 30 يوم، وفي نفس الوقت قصة رحيل والده بعد 23 يوم حزنا عليه، ورحيل والد زوجته بعد بعدة شهور وليلة. معنا في واحد من الناس قصة أسرة مكلومة فقدت في فترة زمنية قصيرة 3 من رجالها. أسرة فقدت السند والحضن والدفء والحماية، وعليها أنها تواجه الحياة بصبر وإيمان بقضاء الله. برحب بزوجة الشهيد المهندسة نهلة مجدي أبو غنيمة، والدته السيدة أمال يوسف أبو غنيمة، وأولاده اللي منورين. أهلا بحضراتكم. أهلا بيك. بقاء لله الحقيقة في الشهيد وفي والده وفي والدك الحقيقة. الله يخليك يا ابني، وربنا يصبركم. احكي لي مدام عن اليوم اللي انتقل فيه الشهيد الدكتور احمد من مستشفى العجمي اللي كان شغال فيه لمستشفى المعموره العزل، ايه اللي حصل؟ قلتي له ايه وخفتي عليه ونصحتيه بايه؟ هو احمد في البدايه احمد شغال في مستشفى صدر المعموره، وبعد كده في بدايه جائحه كورونا جاله انتداب لمستشفى العجمي الحجر الصحي، وخلص الفتره. وطبعا كنا مرعوبين جدا طول ما هو هناك، وكان كل تفكيرنا ان هو يخرج منها سليم، والحمد لله هو خرج من المستشفى سليم بعد ما قضى الفترة اللي هي كان مفروض يقضيها هناك، ورجع تاني المستشفى صدر المعمورة اللي هي المستشفى اللي هو شغال فيها اصلا. بعد كده المستشفى تحولت لمستشفى عزل، وفضل هو شغال فيها لحد ما اصاب في شهر 7. طبعا اصاب، بداية الأعراض كانت بداية خفيفة، كان هو وزميله وصاحبه وصاحب عمره طبعا صديقه المقرب ليه الدكتور محمد ندير أصابوا في نفس الفترة. وبعد كده الدكتور محمد دخل مستشفى اتعزل فيها قبل أحمد بفترة، وأحمد كان يعني متخيل إن الموضوع هيعدي بسهولة ويعدي في البيت، وأنا كمان أصابت مع أحمد. فالفترة دي كان أحمد بيروح لصاحبه وبيرجع لي أنا كمان البيت، لأن كنا الأعراض دي أنا كانت أشد منه شوية في البداية، وكان صاحبه برضو أعراضه أشد شوية، فكان بيروح له يفضل قاعد معايا بالساعتين ثلاثة ويرجع يقف معايا بالساعتين ثلاثة، وكان وهو تعبان، كل ده هو تعبان، وكان بيتابع المرضى بتوعه كلهم، بيرد على التليفونات. بعد كده هو التعب زاد عليه جدا، واحده واحده زاد عليه زياده، يعني كل يوم اسوأ من اللي قبله، كل يوم، لحد ما الحاله بدات تتدهور جدا، اضطر ان هو يروح مستشفى يتعزل هو كمان. بعد كده في المستشفى كل يوم، يعني انا كنت بروح له يوميا، كل يوم بيسوق، بيعملوا معايا كل المحاولات، بيحاولوا ينقذوه بكل الطرق، بس ما فيش استجابة سبحان الله. رغم ان احمد ما كانش بيعاني من اي مرض، ولا كان يعني ما عندوش اي حاجة، وسنه صغير وصحته كويسة، بس بدأت الحالة تتدهور يوم عن يوم. بدأ هو حس ان هو خلاص، يعني الموضوع بدأ يقرب، بدأ يعني حسيته بدأ يفقد الامل واحدة واحدة.